معلومات مدهشة عن التماسيح. يعتبر جلد التمساح من أغلى أنواع الجلود في العالم، ويتم اصطياد التماسيح في بعض مناطق العالم بصورة غير شرعية لأغراض تجارية ربحية. ويمكن أن تعيش التماسيح بضعة أشهر بلا طعام أو 3 سنوات في الحالات القصوى، وكي يزيد وزنها كيلوغرام واحد، يجب عليها أن تأكل 10 كيلوغرامات من الكائنات الحية، أغلبها أسماك وطيور مائية. عمر التماسيح قد يصل إلى 100 عام، وتستغرق للوصول إلى مرحلة النضج الجنسي 12 إلى 16 عاماً. التماسيح لا تتنفس تحت الماء بل فوقه، لذلك تحتاج للبقاء على السطح لغرض التنفس، ويمكنها البقاء 15 دقيقة تحت الماء. لا يستطيع التمساح إخراج لسانه من فمه. شكراً للمشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناة معلومات عامة لدعمي.